رومانسية زبالة. اهلا بيكم في المرستان. الكابلز ويادي الكابلز دايما لما بيجوا على السوشيال ميديا بيفشخوا الدنيا لإثارة الجدل والهبل. صباح الخير يا بيبيز. ممكن لو سمحتي ما تقفش جنبي في المطبخ؟ ليه يا روح؟ يعني عشان الهواء والمساحة ضيقة وكده، فيعني عشان انا البوتاجاز بتبقى بص عليك وانا صراحة بغير. اي بتغيري من عين البوتاجاز؟ على كده عين الجمل ما بيخشش بيتكو صح؟ اي يا روح قلبي، ممكن انا كمان اطلب منك طلب؟ اطلب. ممكن لما اخش الحمام ما تجيش ورايا؟ وهي كانت بتيجي وراك اصلا؟ ايه القرف ده؟ عشان عين الحمام بتبقى باصه عليك وانا بغير يا روحي. اي انا مستغرب ان انت مش خايف عليها من الشطاف ده، كله شقاوه. ايه الحب اللي كله يع ده؟ ايه ده؟ الشاي فيه السكر اتوقع رماه علشان بيغير عليكي منه، ولا انا فاهم غلط؟ طب ثانيه اجيب لك من بره. حط صباعك فيه. يلا يلا حط صباعك، يلا يلا بالشفا بقى، امراض الدنيا كلها ما تعرفيش هرش فينا اخر 10 دقايق. ها احلى بقى مسكر قوي. يحط رجله عشان نظبط ولا كفايه؟ شكرا يا بيبيز. وقفة 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 وقفة. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ الهوت شوكليت ما فيهوش شوكليت خالص. ها هتحطي له ايه؟ خالص. ثانية اجيب لك من المطبخ. حط صباعك. بقى شوكليت اكتر؟ الله بقى مش شوكليت قوي. شكرا يا همس. بيبيز مش عايزين اكسترا كراميل؟ ها؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه بتوجعوا قلبنا؟ ليه بجد؟ اصل ده مش حب، لو كان ده حب يا ويلي منه. انتوا ليه بتطفشوا الشباب من الجواز؟ ليه؟ مش كده يا بيبز منك ليها؟